النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض بنعمل ازاي عجينه الجبس. هي عباره عن غيره، استعمل نوع اوكي، غيره ابيض طبعا وما بينشف بيكون شفاف. اخدت شويه غيره اهو هنشتغل عليهم، هنحط عليهم شويه ميه هنقلبهم كويس. بعد ما بيتقلب الغيره مع الماء بيدي محلول شبه الحليب، يعني بيبقى سائل كده زي الحليب بالظبط، مش عايزينه يكون لزج او سميك، لا عايزين المحلول يكون سائل عشان لسه هنحط عليه الجبس فيتقله. بندوب بأي حتة خشب بس تكون قوية شوية، يعني تكون تخينة بلاش رفيعة عشان نعرف نشتغل بيها. هنحط كمية من الجبس زي ما احنا عايزين، شويات، وبعد كده نقلب، يعني هنحط شوية ونقلب لغاية ما تدينا السمك اللي احنا عايزينه. هتبقى اتقل من الطحينة، يعني على اساس ان احنا لما نيجي نشتغل بيها او نشكل بيها نعرف نشتغل بيها كويس. حتى لو في اي حد عايز يشتغل بالعجينه دي وهي سايله ممكن يعملها سايله ويشتغل بيها عادي، يعني مش لازم تبقى تقيله، على حسب ما انت هتشتغل بيها ايه. احنا عارفين طبعا العجين بتاع الدقيق، يعني بيتعمل منه العيش والمخبوزات، احنا عايزينها تكون في سمك العجين ده عشان نعرف نشتغل بيها ونتحكم فيها كويس. على فكرة العجينة دي ممكن نشتغل بيها على اي خامة، حتى الازاز بيتشكل بيها على الازاز وتعمل بيها شغل على الازاز عادي، لانها بعد ما بتجف بتبقى قوية جدا. اهم حاجه ندوب الجبس وندمجه كويس جدا مع الغيره والميه، يعني عشان تبقى العجينه ناعمه مفيش في مشاكل منها واحنا شغالين بيها. في ناس طبعا بتحب تلون العجينه قبل ما تشتغل بيها، وفي ناس بتحب تشتغل بالعجينه الاول بعدين تلون، كل واحد على ايه، على حسب شغله. يا جماعة العجينة يبقى شكلها كده، وده القوام بتاعها عاملة زي العجين بالظبط اللي بتعمل منه المخبوزات. العجينة دي في ناس بتعملها وبعد ما بتشتغل بيها اللي بتنقى منها ما بيعرفش يتصرف فيه ازاي فبتنشف. افضل حاجه للعجينه دي ان احنا نجيب كيس بلاستيك زي كده ونحط العجينه فيه، وبعد كده بنقفلها بنربطه كويس ونفرغ منها الهواء. لما بتفرغ الهواء منها وتتقفل الكيس كويس ممكن تعيش معاك ان شاء الله سنه مفيش مشكله، وكل ما تيجي تشتغل بيها تفتحها تفتح الكيس وتاخد منه الكميه اللي انت عايزها.
انا عامل كميه صغيره عشان ايه، بس اوريكم الطريقه، لكن كل واحد يعمل الكميه اللي هو عايزها، مفيش مشكله. كده بتتحكم وتتفضى من الهواء، تتشال لأي مدة، هتقعد معاك إن شاء الله سنة، مفيش مشكلة. طبعا في دروس الكورسات إن شاء الله بتاعت الفنون التشكيلية والأعمال اليدوية هنستعمل الخامات دي كلها مع بعض. يعني دلوقتي العجينة دي ممكن ناخد منها بالسكينة التشكيل على قطعة خشب زي كده، نشكل بيها زي ما احنا ايه، زي ما احنا عايزين. حتى لو هنعمل بيها اشكال، هنعمل بيها الشكل اللي احنا عايزينه، هنشتغل عادي مفيش مشاكل، هي بتبقى ثابتة على الخشب. طبعا ده انا مش مشكل حاجة، بس بوريكم العجينة لما تتفرد بيبقى شكلها ازاي، والقوام بتاعها والمنظر بتاعها على الخشب. نفس الوضع على الازاز، في ناس تحب تلون العجينة ما بتشتغل، طبعا هيلون العجينة كلها، لكن انت ممكن وانت اثناء الشغل تحط اي لون معاها وتلونها مفيش مشاكل برضه. كده العجينة بقت ملونة، ده لون اخضر طبعا عشان الجبس لونه ابيض، فبيدينا اللون اللي احنا شايفينه ده، لون فستقي. ده ازاز ممكن نشكل بيه زي ما احنا عايزين اي شكل. انا مش شغال بالعجينة، انا بس بوريكم القوام بتاعها، ولما بتلون بيبقى ايه، بيبقى شكلها ازاي. عجينة فعلا عجينة جميلة، واوفر من اللي بتتباع جاهزة في السوق بكتير، وتقدر تعملها عندك زي ما انت عايز ووقت ما تحب، وبتحتفظ بيها لأي مدة زي ما قلنا جوه الكيس، بس المهم يكون محكم الغلق وتفضي منه، تفرغ منه الهواء. طبعا لما بتجف بتبقى قوية جدا على الازاز، ما بتطلعش منه. ده على الازاز وده على الخشب، ده قبل التلوين وده بعد التلوين. توفيق ان شاء الله للجميع، وياريت كلنا نتابع القناة ونعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان اي جديد يوصل لكم.